بتوعيني مرتي بالليل بتقول لي قوم 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 قوم، بصير تصرخ. قلت لها شو بكي؟ قالت لي قوم البنت. قلت لها لك شو في؟ قالت لي قوم البنت. طلعت هيك لقيت البنت لونها زرقاء زرقاء زرقاء، عمر السنة وشهرين وانا بحكيك. قال لي بنتك ما بتعيش كتير. قلت له ليك ما تمزح معي، ما لي خلق على المزح. قال لي انا ما امزح معك، بنتك ما كانسر بالدماغ وبالدم، فيك تقول وقف طعار بالساعة. قال لي بدها عملية بتكلف مبلغ كتير كبير. قلت له يعني قديش؟ $1,000 $2,000؟ انا مفكر هيك يعني. قال لي بتكلف $33,000 عملية لبنتك. ايش ما بدك تجيبهم هدول؟ قلت له طيب بهون رب العالمين شو فينا نعمل هلا؟ قال لي هلا حوصف لك دواء بتمشي البنت عليه فترة، حقه مليونين ومدري قديش بتجيبه. قلت له اوكي. بعت السيارة وجبت لها الدواء. طبعا هاي اول شهر جبت لها الدواء، الشهر الجاي بدنا نجيب لها اياه. فقدت الامل. قلت خلص ما في غير طريق واحد هو اني امشي بالغلط. رحت عند شاب صاحبي قلت له بدي فرد. قال لي شو بدك فيه؟ قلت له لا ما تجادلني كثير، اعطيني فرد وبس. قال لي في عندي 14، في عندي اكرا سبيسيال روسي، شو بتاخذ؟ قلت له حيالله واحد منهم، اعطيني 14. حملت حالي رحت فتحت سيارة سرقتها، معي مفاتيح، كان مفاتيح المرسيدس القدام يفتح على كل السيارات المرسيدس مثل بعضهم. دورتها رحت على الكسر جبت نمرتين جداد هني محطوطين لسيارة انقاذ جوا، يعني حاطينها خلص هذه انقاذ. فكفكت النمر شلتهم عنا وحطيتهم على السيارة. طلعت على الحمرة في صايرة في فوق، فيك تقول يعني درست وضعه منيح قبل ما اعمل الشيء اللي انا بدي اعمله، اللي هو طالع اعمل اللي هي عمليه السلب اللي انا بدي اقوم فيها مشان بنتي. تاكدت اي ساعه، هو نهارين لقطته مش اكثر، تاكدت اي ساعه بينزل من بيته، اي ساعه بيروح، اي ساعه بيرجع، وين بيلفه، وين بيقعد، وشو هي المطارح بيروح عليها، وين فيني اختلف فيه. شي الساعه 7:30 الصبح نازل من بيته هو في مثل باركينج، اتفاجئ انه في حدا حاطط له سلاح براسه. ما حكى، قلت له ليك ما بدي اذيك، بس من الاخر اذا جبرتني رح اذيك، ما بدي منك شي، افتح الصندوق وطلع بالصندوق. عم بحكي على صندوق سيارته. فتح الصندوق، اخذت الشنطه من ايده وسكرت على الصندوق. طلعت هون ملتم، حملت حالي وفليت. رحت عند الدكتور انس، قال له فينا نبلش بعمليه البنت. قال لي فينا نبلش فيها؟ قلت له ايه. قال لي جبت المصاري؟ قلت له جبت المبلغ. بلشنا بعمليه بنتي. خلصنا من العمليه. بعرف بدك تفوت هون على علاج كيميائي، طفلي ما فيك تفوت فيها على علاج كيميائي، صار بدها ابره ادويه، كل ابره حقها 7 مليون 8 مليون. من ما بدك تجيبهم؟ ما عاد الدم منك الا شو؟ الا السلب. بكازينو اللي كان في حدا مش متذكر بالضبط شو اسمه. المهم بعت سالون مثلا انت بتشتغل معي، بعتك لجوا اعطيتك مثلا $2,000 لك او $3,000، قلت لك تلعب فينا عطولت الرولات بتخسرهم او بتربحهم ما بيهمني، بس المهم تشوف لي من اكثر شخص معه مصاري. بتقوم انت بتطلع بتدق لي بتقول لي في جيب لونه كذا ربح هالقد وهالقد. المهم نحن كنا عاملين شو؟ حاجز طيار، قطعنا كل العالم، بس وصل هو ركبنا الحاجز فورا. نزل صفيناه على اليمين وراء الجيب، اعطاني الوراق، حامل ورقه انا مارق من الجيب، عرف كيف؟ مذكره القاء قبض. كله مزور، هذا كلهم جايبينه مزورين، ما بيكلفونا شيء. طلع فيني هيك قال لي خير، قلت له في مذكره القاء قبض بحقك وبحق الجيب وسوق الشخص اللي عم يسوقه للمخفر كذا، مخفر وهمي اخترعته من راسي، ما في مخفر بهذا الاسم اصلا بلبنان كله يعني. منين بده يجيبه هيدا؟ مخفر الصنوبر، وين في مخفر الصنوبر؟ كلبشته وحطيته بالجيب معي وطلعت انا سقت الجيب تبعه. المهم اخذناه خطفناه هون، صرنا نتفاوض عليه هون على مبلغ فديه ماليه. وصلنا للهدف المنشود، اخذنا الفديه الماليه من السفارة، اخذناها قبضنا. هون قلت خلص مثل ما هي كفيها. يكون سمير ميري مثلا، انزل انا لسمير، انا لحالي اوات او انا وشخصين ثلاثه. نوقفه بنص الطريق مثلا، نصف الدم منه نشك عليه، ننزله من الجيب، نشلحه اللي معه وناخذ الجيب ونفل. نزلت على فين فتت فيها، فما سالوا يمكن قالوا جاي ياخذ حدا، فيك تقول كان صد دسم، كثير دسم. بتفاجئ بواحد طلع شنطه فتحها بالغلط. بالغلط فتح، يمكن بده يطلع ورقه ويطلع شيء. فينا نقول مش هالمبلغ الكبير يعني، بس انه كان صد سمين يعني، شيء تقريبا شيء 35,000 او $38,000 هيك شيء. طلعت هيك ما نطرت، ما نطرت ابدا لا يمشي او شيء، لا لا نزلت دغري طلعته بفرد على راسه واخذت الشنطه وقلت يا فكيه. دق لي علاء قال لي وين صرته؟ قلت له جاي. قال لي بشو جاي؟ قلت له جاي بالسياره 300. وصلت على مفرق التيرو، حسيت في احساس غلط. انا بس كنت بدي اعمل شيء غلط، اذا كنت طالع مرتاح من البيت ما في شيء راجع على البيت انا طبيعي، بس اذا حسيت مثل شيء هيك
جواتي كمان هيك مثل كبت نفسي حسيته في شيء غلط، بس انه انا عم اتطلع بعائلتي انه عم بيضحكوا مبسوطين وورا عم يضحكوا، ما اخذت وعطيت، قلت يمكن انا شعور بشيء او يمكن يطلع الدم مني حاجه زيك حسبتها. قام اجتني فكره براسي قلت هات لعلم لخيي واخترع قصه مشان ارجع اعلم له ما يرد علي، نقول له بالعادي بس علم له يدق لي فورا بخترع قصه، يا اما اقبل مستشفى باي مستشفى او بيك بدي اخترع شيء، اعلم له دق له ما يدق لي، دق لاختي مش عم تسمع تليفونها، دق للوالده ولا حياه لمن تنادي حدث بلا حرج، ما حدا عم يرد علي. قطعت خط التير واستلمت خط الشويفات وصلنا على مفرق عرمون مفرق بشيمون، طلع بطلع في شيء عم يقول لي رجع، في شيء بديك مش السياره من ورا وينزلها، في شيء بديك مشها بينزلها، بس خلص مطلع انه عائلتي مبسوطه عم يغنوا وحاطط لهم اغاني بالسياره. وصلت طلعت اخر الطلعه في مطعم كافيه بتذكر اسمه، صفيت السياره ونزلت قعدت بكرسي بالضبط كيف قاعد انا هيك مبيلك، لنقول انت مثلا بلا تشبيه علاء وبي وعائلته وانا قاعد انا وعائلتي، طلعت هيك انا قلت في شيء غلط، طلعت في شبان وبنتين بس بالمطعم والمتر مدني، انا بعرف المتر بيكون لابس شميز معين للمطعم مكتوب عليها اسمه، هذا الشيء اكيد بعرفه، اجى حط لنا المني وحط لي كبايه مي، ما لحقت شل كبايه المي بلاقي حدا طرقني فرد بنص راسي وبالارض بالارض بالارض بالارض، كلبشوني وقفوا قال له ممنونك يا ابو علاء ممنونك يا علاء، قلت له انبسطت بدك المطعم ولا انا على وساوي وشيل وحط فيك، انبسطت قلت لك ما بدي روح، يلا راحت علينا اخذوني على فرع المعلومات فيك تقول الصيد السمين، فتح فرع المعلومات خلص فقدت الامل، عرفت انه انا حياتي وقفت هوني هيدا بيتي،